السلام عليكم. اليوم الجمعة، اليوم 19 ابريل، سوق الخضار بالجملة لاكريي مكناس. اليوم ان شاء الله نشوفوا بعض الأثمنة، نشوفوا الاجواء العامة كي دايرة. تبارك الله المليح. شحال داير هذا الخير هذا؟ هذا سيدي كاين سيدي 3.5 و 4، ما بين 3.5 و 4. ما بين 3.5 و 4. هادي بلاصيان ولا بلاصيان؟ نعم. شحال داير هذا اليوم؟ شحال دايره هادي؟ عمر ما بين 9 درهم 8 درهم 9 و 8. على ركعة رسلة من 140 حتى 160، ما بين 8 درهم و 7 درهم. وهذا؟ هذاك 4 درهم. 4 درهم 4 درهم 4 ونص 3 ونص موين. هذه ما بين 4 و 3 ونص، ياك ما بين 4 و 3 ونص. هي هذه باش نركز عليها انا. بحال 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 ديال المندات اللوبه. تبارك الله اللوبه. هذا هو ديال 4 ديال 4 درهم. تبارك الله. خير موجود الحمد لله، خير موجود فحل الاشكال. تبارك الله تبارك الله. شحال دايره الجلبانه؟ كاينه سيدي 6 6 ونص 7، ما بين 6 و 7 درهم. كاينه لا لا كاينه المليح حتى 160، كاينه حتى ديال 8. اه كاينه حتى ديال 8 درهم. 8 درهم 8 درهم ها 8 درهم. زوينه هذه 150 87 جايه ديال الغرب، جايه من الغرب. نشوفوا عاوتاني مسائل اخرى، ولكن داك الشيء زوين مليح. السلعه زوين. بارك الله. كي داير بخير؟ صحة لاباس؟ الله يبارك فيك اخويا، بارك الله فيك، الله يرحم الوالدين، بارك الله فيك، شكرا. بارك الله. سويله 5 درهم. 5 درهم اللوبيا 5 درهم. 5 درهم. والفلفله؟ الفلفله بعناها ب 4 درهم. 4. الدجاج؟ الدجاج 3 درهم. 3. والخيار؟ 3 ب 2 ونص. 3 ب 2 ونص. مطيشه زوينه هذه. مطيشه 2400 2200. 110 ما بين 110 و 120. هذه هي مطيشه ما بين 110 و 120. هذه هي لاريكو. علاش هضرنا؟ هذه هي السويله. سوينا تشوفوا غير السنة المزاح داير الاخ اليوم المزاح. على مي 7 زوينات زوينات المزاح. هذا الفن، شي حاجة فن. 12 كاين 11 12. هذاك اللي زوين فيهم شحال؟ 12. هذا 12 هذا 12 ولكن زوين. تبارك الله. شحال تيكون في البلاطو؟ جوج كيلو في البلاطو؟ لا لا بين 3 قل شويه، جوج ونص. جوج ونص حتى 3. تبارك الله. هذا ما عرفتش شحال تيقول. هذا شحال داير؟ هذا مول 11 8. لا مول 12 ولا مليح. اه مول 12 هذاك صورته 8. 8 درهم. ما بين 8 و 9 درهم. وفيه شي بلاطويات زوينه. كاين حتى القوق. تبارك الله كاين. قوق موجود موجود. شوفوا الأثمنة د القوق شحال دايرة. قوق داير درهم ونص. القوق قوق هابط في الثمن. قوق دفع مزيان شو كيف فيه، ما بقى حد كيتسوق له. التفاح كاين تبارك الله هنا. التفاح كاين داكشي زوين. هاد التفاح 11 درهم اليوم تيبيعوه ب 11. الحامض الحامض 5 درهم. كاين الخضر الحمد لله. هاد السلاوي زوين، هاد السلاوي ها البامبلوموس سويله دلاح. نسولو على الأثمنة. مطيشة مطيشة موين يلبس لها خضارية. بارك الله بانان. ها لاريكو.
شحال داير؟ لا 6 دراهم 6 دنجال؟ دنجال 3 3 وبصلة؟ بصلة هذه ما شوية ناقصة بعنا ب 10 دراهم الختة 10 دراهم الختة فيها 10 ربطات موجودة تبارك الله هذه سويلة؟ هذاك البانان البانان ديال البلاد هذا ديال البلاد دقيقة شحال داير؟ 10 دراهم 10 هذه الكابي ولا شي شحال دايرة؟ 100 دريال 4 دراهم 5 5 4 وهذيك السويله لا 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 هذه 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 سلاوي سلاوي 7 8 لا ريكو لا ريكو 10 دراهم ان بلوموس داير 4 دراهم والسويله السويله كاين من 4 ل 6 دراهم الله يسهل عليك اخويا الله يجيبكم التيسير شكرا شكرا بطاطا ديال مجاط هذه بطاطا ديال البلاد هذه تاع مجاط ولكن فنه جوج دراهم هذه جايه من مجاط هذه بطاطا ايكولوجيه بطاطا زوينه ايكولوجيه ما تنعني ايكولوجيه هي اللي ما واكلاش المازوط بزاف ماشي بحال وحده اللي جايه من اكادير يعني غادي تلوث بزاف يعني واكله بزاف ديال المازوط غادي تلوث بزاف هذه ما واكلاش المازوط بزاف يعني جايه من مجاط يعني قريب الحال واحد 10 كيلومتر خيزو داير ما بين درهم ونص وجوج درهم خيزو بين درهم ونص وجوج درهم موجود الخير نشوفوا كي داير الاخ كمال بخير اخويا الله يحفظك مولاي بارك الله فيك كي داير سوق البطاطا سوق البطاطا ملون اييه اييه كي داير الاثمنه الاثمنه كلها وثمنها كاين حاجه مزيانه كتباع 70 66 64 اي حاجه مزيانه ما بين 3 درهم و20 حتى 3 درهم ونص حاجه مزيانه حاجه مزيانه والنوع الثاني تباع ب 50 ريال 50 دوزيام جوج دراهم ونص جوج دراهم ونص ولكن المواطن تيبان لي انا كيتجه غير تبع الرخا مع الرخا تبع الرخا حاجه مزيانه قليل اللي كيديها قليل ديال 30% هي اللي كتقلب على شويه اللي كتقلب على الجوده الجوده شويه والاخرى اما الثمن باقي كاين كلشي كيقلب على العادي على الرخا وعلى الثمن شحال دايره هذه؟ هذه دايره جوج دراهم ونص جوج دراهم ونص المواطن تاهو مسكين ما مواطن الشرائيه تيقلب على الرخاء لا حنا ما تنفهمو ما نكذبش عليك كنفهموش في البطاطا يعني هذه بروميير لا دوزيام راه كتبان لي هذه بيضه ما مضروباش ناخذها صافي راه بالنسبه لي راه مزيانه حنا كنشوفو واش كدير الفريت مزيان ولا لا اغلبيه المغاربه كيشوف البطاطا واش كيطلع الفريت مزيان ولا ما تيطلعش صافي هي بطاطا كيدوز فيها الموس شنو لي بطاطا راه صافي الله يسالك وهاد الحمراء شحال دايره؟ 50 بصيلة حتى بصيلة عندك اليوم بروميان هادي بروميان زوينة هادي تبارك الله زوينة هاد البصلة هادي لا حاجة مزيانة تبارك الله 7 ونص حتى 7 ما بين 7 السوق طاح شوية 7 ونص 7 ونص 50 راه كاين الدارية دخلت بزاف الخضارية دايره 70 ريال 3 دراهم ونص هي اللي اثرت على الثمن ديال هادي تبارك الله هادي هبطت ل 7 دراهم طاحت فيها 10 دراهم نص درهم اللي طاح في الكيلو هادي بالتقسيط تتباع دابا ب 10 دراهم تتباع لحقاش فيها الكسور البصله فيها الكسور فيها الكسور منين جايه هادي؟ هذه جايه هذه ديال الفريكو ديال ديال واش فريكو ولا ديال الكرو الكراير كانت في الفريكو هذه اي باش ما طلعتش النباته انا كيسحى ملي كيديروا لي دوك الكرور وتيغطيوها ميكا ولكن دابا ملي كيوصل شهر 4 تيقضي شهر 4 تيدخل الفريكو باش هذيك كطول شويه ولكن كتقضي عليها الخضاريه كتبان الخضاريه كتبقى هذه هي المناسبات بالديتاي تبع وتقدر تزيد تطلع هذه البصله ولا اش بان لك موحد دخلات الاخرى يعني دخلات الخضاريه دونك تاثر على السوق ديالها تقريبا هذه بقى لها واحد 20 يوم هذاك 20 يوم صافي ايوا شهر 8 والعراسات وداك الشيء لا هذوك عاوتاني كتجي تدخل الاخرى تدخل الاخرى الجديده تدخل الجديده والله يسهل اخويا الله يسهل عليكم تبارك الله البصله فن دونك الفريكو اللي بقى محافظ عليها الفريكو اللي بقى محافظ عليها الله يجيبكم التيسير اخويا الله يسهل عليكم واحد السرار رقبت معايا الموسيقى لاحظتي
سر 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 لا لا انا كنسمعوا فهمتي كيجي تيجي دابا كيجي من الخلا خير موجود الحمد لله الله يحفظك اخويا السي كمال شكرا شكرا على هذه الكلمه الله يحفظك شحال داير جيت 7 دراهم 6 ونص 6 بارك الله بارك الله راه طاحش شويه هي طاح 9 دراهم ايه وراه فيه منافع كثيره فيه منافع كثيره اه الله يسهل اخويا الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم تبارك الله اه الله يحفظك اخويا الله يحفظك اخويا بارك الله فيك شكرا شكرا صور الخمار تبارك الله شنو هذه هذه قريعه هذه تبارك الله قريعه السميه ديالها سميتها هذه رطيليه هذه قرعه رطيليه ولكن ما فيهاش الكبير ما كبيرهش فيها حتى الصغار هذه رطيليه تبارك الله شحال دايره 6 درهم هذه 6 درهم هذا الوقت ديالها هذه هذه جات بوقتها هذه اه تبارك الله هذا الاخ عنده تبارك الله طاطا في الكوس ناخذينا كي داير انت مزيان بارك الله فيك الله يحفظك اخويا شكرا هذه الحلوه 900 ما بين 4 دراهم ونص و 5 دراهم موجود وخير الحمد لله كاين البصله المهم تادي مزيانه تادي مزيانه مخيره بارك الله كاين البطاطا كاين البصله عند هاد الاخوه البطاطا هادي 56 جوج دراهم و 80 جوج دراهم و 80 والبصله شحال واصله 6 دراهم ونص موجود وخير الحمد لله 6 دراهم زوينه تبارك الله البصله ديال كيكو هادي حتى هي ديال كيكو بلاصه واحده ديال كيكو اسمع طور جوج دراهم هذا الغرب الله يحفظك منين جبتي هذا المكور؟ سيدي على التازي حد ولا سيدي على التازي شحال كتبيعو؟ جوج دراهم جوج دراهم مكور راس السوق الحمد لله بيجو 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 احسن جوده مزيانه الله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير كتبوا عليه ديروا المناصره مناصره هذا مناصره خلاص حد ولا جوج الله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير ديرنا شي زرده ان شاء الله مرحبا مرحبا سي عبد الله في مفاوضات حول أثمنة القرعة بارك الله سي عبد الله نفذ اليوم القرعة مزيان الحمد لله بارك الله بقى له يراد شوية تيعزل له شي وحدة حمراء تيعزل له شي وحدة حمراء فنة فنة قرعة فنة تبارك الله قرعة تبعت ما بين 3 و 7 درهم الباربا موجودة الحمد لله الباربا نسولو الثمن ديال الباربا شحال دايرة ولكن راه زوينة هادي اهلا كي داير بخير الله يحفظك اخويا جمعه مباركه تبارك الله عليكم الله يحفظكم طلع دابا هاد الودا بعد ودي فود برو يطلع العود صافي تي تي هذا داير ما بين 2 دراهم ونص 3 دراهم على حساب السوق كل مره حساب دابا هذا حتى 3 دراهم تبيعو والباربا الباربا درهم ونص درهم ما بين درهم ونص 6 درهم 30 ريال درهم حتى لدرهم
ولكن زوينة. بوارو هانتوما سمعتوم اللي تيبدا يطلع يعني تتهبط الثمن ديالو. شوفوا الحامض عاود. ها كاين السلعة اللي كتخسر بحال هادي. هادي دابا بحال هادي خسرات لهم هادي يعني ما ضايعين فيها. بارك الله. سعود. سعود 10. سعود 10 لاريكو. مطاش اخويا 2800 140 درهم مطاش. وبطاطا هادو ديال الفريت 3 درهم. هادي الفريت هادي 50 جوج درهم ونص. هادي اه لا باينه باينه 50 جوج درهم. سلام سيدي بخير كي داير صحيحه الله يحفظك مولاي بارك الله فيك تبارك الله عليك. هذاك الشيفلو من 80 درهم حتى 70 درهم الصندوق 70 80 70 80. هذه ديال الفريت ب 3 درهم. هذه هما تا يعرفوا يعني البطاطا ديال الفريت من البطاطا العاديه موجود خيف زو موجود. شحال باقي من خيشه حسب لي شحال باقي من خيشه حسب لي خيزو بين درهم ونص درهم 80 خيزو. هاد البطاطا هادي 50 46 49 جوج درهم جوج درهم ونص بين جوج درهم. الله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير امين. السلام عليكم جمعه مباركه شرفه. الله يحفظك اخويا بارك الله فيك. السلام عليكم السعدي كي داير اخويا بخير. السلام عليكم كي دايرين شحال داير اخويا الفلفله اليوم؟ خويا الفلفله اليوم 4 درهم 4 ونص ما بين 4 و 4 ونص تبارك الله. الفلفله مليح الفلفله مليح بان لي تبارك الله مليح هادشي. ودنجال 3 درهم 3 وصل الدنجال تبارك الله 3. الخيار خيار جوج دراهم ونص. هذه سويهله هذه سويهله شحال دايره؟ 6 درهم 6 درهم سويهله ديالها قادير مليحه مليحه تبارك الله 6 درهم. الله يسهل عليكم اخويا الله يبارك فيك. مطيشه مطيشه تبارك الله فينا هي؟ 120 الصندوق فيه 30 31 30 31 هادي باش كطيح ب 4 دراهم تبارك الله. وهذه الرقيقه هذيك 90 درهم كطيح 3 دراهم الكيلو. هذه كطيح ب 3 دراهم 90 درهم تبارك الله. الله يسهل عليكم اخويا الله يجيب لكم التيسي. تبارك الله الخير مولانا البصله. شحال داير البصله اليوم اخويا؟ هذه المقدارية الحمراء تنقولوا 3 درهم ونص 3 درهم. ما بين 3 ونص 3 درهم 3. منين جاية هذه؟ جاية من 16. من الشاوية. منين بلاصة بالذات عارف؟ لا ما عارفش. ما عارفش. من 16 وصافي. كاين اللي تيقولوا دكالة ولكن هذه جاية من الشاوية. لا كاينة 16. هذه الشاوية هذه تبارك الله تبارك الله زوينة. تبارك الله دفعات دفعات بزاف موجوده الخير موجوده موجوده البصله الخضاريه موجوده. داكشي باش هبط الثمن ديالها نورمالمون كتباع ب 4 دراهم. المهم الفا كتباع ب 4 دراهم. حتى اليوم كاينه 4 دراهم حاجه مليحه. كاينه 4 دراهم كاينه 4 دراهم حاجه مويه. هذاك مويه 3 ونص حتى 3. داكشي علاش اثرت على البيع والشراء ديال البصله النحاسيه يعني هبطات في الثمن شويه ولكن الحمد لله موجود الخير تبارك الله. البصله موجود البصله دافعه مزيان تبارك الله تبارك الله. منين جا هذا الحامض اخويا؟ من العوامره. من العوامره تبارك الله مليح هذا شي حاجه مليحه. شحال داير؟ 90 ريال 80 4 4 ونص. الله يسهل عليكم اخويا الله يجيب لكم التيسير. السلام عليكم كي داير اخويا بخير؟ سي المرنيسي سي عبد المجيد سي الصنهاجي كي دايرين اخويا؟ مبروك جمعه مباركه. شحال داير هذا الخير هذا اليوم؟ شحال داير هذا الخير؟ 11 درهم الجولدن
تبارك الله. اي تعيش. وهذا الحمر 12 ديليسيوز ديليسيوز. والبنان ديالنا 10 ونص 11. والله يسهل عليكم اخويا. عندكم التفاح والبنان انتم، الله يجيب لكم التيسير. جمعة مباركة. بارك الله فيك. السلام عليكم. كيداير السي الحاج؟ بخير. الله يحفظك السي فؤاد، بارك الله فيك. هذا السي الحاج المزوري. الله علينا وعليك اخويا. امين يا رب العالمين. بارك الله فيك. الله يحفظك يا مولاي. وجمعة مباركة. الحمد لله الاوضاع في الشكرا هادئة، ما كاين مشكل. الحمد لله. شنو خلينا في هذا الوقت هذه، ولكن الحمد لله. ومع اليوم الجمعة وجينا شوية معطلين. مرة الحمد لله داز داك الشيء هذه، راه 11 وقسماي. الحمد لله على هذه النعم. الله يحفظك سيدي. بارك الله فيك. امين يا رب العالمين. امين يا مولاي. بارك الله فيك. شكرا شكرا. الله يحفظك اخويا. جمعة مباركة. الله يعاونكم. امين يا رب العالمين. احنا مع سمير اخويا. الله يعاونك اخويا. الله يعاونك. الله يعاونك. إذن هو هذا سوق لاكري، سوق الخضر بالجملة. اليوم هو الجمعة، اليوم 19 أبريل 2024. تبارك الله عليكم. السلام عليكم.